أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل كلمة سيدنا لأبي بكر رضي الله عنه وباقي الصحابة رضي الله عنهم جائزة؟ وهل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسيدوني في الصلاة؟ ما هل جاء لا تسيدوني في الصلاة فلا أعلم، ما أدري. وأما قول سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو بكر، هذا من تقديرهم عند بعض الناس، يعتبرونه من التقدير لهم والاحترام لهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.